من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين أم يصليها ظهرا؟ الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة كما في الحديث، ولكن إذا جاء الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. نعم.